السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم الشريف كولا ميلون. شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي اخويا انا مشرد، خرجت من الحبس نساكم شانطة جديد الزنقة 15 تحول الزنقة 29، لصقوا لي واحد تامات التجارة في المخدرة ضربت فيها عام ديال الحبس، خرجت ما لقيت حتى حاجة، لقيت لي اتات لا والو، البراكة حيدوها كلشي حيدوها، وهاديك البراكة انا عمري ومنو منين داوني فيها، منين داوني؟ فين هاد البراكة فين كانت؟ شانطة جديد. مستافد؟ اه مستافد، محسي ثلاثة الخطرات، محسي ديال 92 ومحسي ديال 85 ومحسي، وعندي فيها الكاغد تبوت جوجية 12 شهاد كلشي على حساب شانطي جديد. عندك الأسرة ديالك؟ آه عندي الأسرة ديالي ربعة الأولاد. وهاد الأسرة ديالك فين كاينة؟ الأسرة ديالي عايشة في مع جداتهم حنام. أها. وسمحوا فيا أنايا كلشي هرب عليا كلشي، أنت واحد ما قيد فيا لا مرا لا ولاد لا خوت لا عائلة لا والو. انا حتى واحد ما سول فيك، ما سول والو، حتى واحد. انا خرجتي من الحبس فوقاش تشديتيش من عاب عادي تشديت في 2002 ولا 2003. فوقاش خرجتي؟ خرجت في 2000 و ضربت في عام ديال خرجت ضربت عام وخرجت كاين عندي الوراق، عندي كلشي باقي فين ديالهم، كلشي عندي الوراق. أه؟ عندي وراق ديال السجن، عندي الوراق ديال كلشي. ما كيسولوا فيك لا ولاد لا ولاد لا ولا لا مرا لا ولاد لا خوت. تقريبا شحال دابا في العمر عندهم دابا تقريبا وليداتك؟ الكبير عندهم 26 عام. والبنيات؟ البنيه عندي وحده عاد تقريبا في عمرها شي 18 عام. والمراه؟ المراه في عمرها شي 40 عام. وفين كيعيشوا دابا؟ كيعيشوا في رياض السلام، كيعيشوا عند كتعيش مع ما. ودابا شنو المشكل اللي بيناتكم انتم؟ شنو المشكل اللي في هذا الوقت هذه يعني ملي خرجتي من الحبس وتشردتي في الشارع، ودابا كنشوفوك دابا يعني مطاطي واحد السياره اللي هي دابا هي المكان الوحيد اللي كتعيش فيه وكتنام فيه. عاود لينا المكان الواحد اللي كنعيش فيه هو هذا الطوموبيل، كنت في بلاصه اخرى في طوموبيلات اخرين وتحولت، عجبني هذا السيد انا وليت نخدم معاه شويه وعطينا الطوموبيل كنعس فيها، نطيب فيها كلشي، فيها الماكله، فيها الشتا والبرد كله كديز عليا، الشتا والبرد اللي داز عليا دابا لسه مكرفص، رجليا ما بقاش كنوصل، ساعات كيولي الشتا والبرد ما بقاش كنقدر نوض، وليت كنقول لهم دوني على دار العزازه، انا مواطن مغربي، انا بغيت على الاستفاده ديالي، الله ينصر سيدنا اللي عطيه كل واحد عطي الاستفاده ديالو. وعندك الاوراق ديال الاستفاده ملي كنتي مقيم في هذا الشانتي جديد؟ اه عندي. هنا شتي السلطات كتبتي؟ اه كتبت كلشي، الوراق عندي، عندي كلشي، عندي شكايات، عندي كلشي، كنتعامل بالالكترونيك، كنت كنصل حقوق الانسان، حقوق الرباط، الوزير الداخليه، الوزير كلشي، عندي الوثائق ديالهم، وسعدي كنجي للمحمديه كيقول لك مشيت عند القيد، مشيت عند الباشا، مشيت عند العامي، مشيت عند كلشي، اللي الله ينصر سيدنا هو اللي عاطينا الاستفاده ديالنا وعاطينا كلشي، انا بغيت الله ينصر سيدنا بغيتها حقي، انا بغيت تاني نستافد انا. Let's go. Let's go.